في اللحظة التي يستسلم فيها الكثيرون، اختار جمال بن صديق رفع صوته ونشر رسالة أمل وصمود. يعرف جمال بقوته الفولاذية وإصراره الذي لا يقهر، وقد تجلت هاتان الصفتان بوضوح مرة أخرى بعد العملية الجراحية الأخيرة. فعلى الرغم من الخبر الصادم الذي واجهه، يصر المغربي على العودة إلى الحلبة أقوى من ذي قبل، وقام بنشر هذا الفيديو على إنستغرام برسالة: النصر دائما ممكن لمن يرفض الاستسلام، أتمنى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. هذه الكلمات وجدت صدى قويا لدى المعجبين، مما عزز مكانته كمصدر إلهام للكثيرين. المقاتل المغربي خضع لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات في وقت سابق من هذا الشهر لاستئصال السرطان من جسمه، وهذا يعني عودة السرطان بعد اكتشافه للمرض قبل 10 سنوات. جمال أصيب بالسرطان لأول مرة عام 2012 في الغدة الدرقية، لكنه تمكن من التعافي من هذا المرض ليصبح أقوى مقاتل في قسم الوزن الثقيل في بطولة جلوري للكيك بوكسينج. آخر ظهور لجمال كان خلال حدث بطولة الجائزة الكبرى لمنظمة جلوري في 9 مارس. بعد نهاية الجولة الأخيرة بين ريكو فيرهوفن ونبيل خشاب، دخل المدرب المغربي ليعترض على قرارات الحكم أمام مدرب ريكو. ريكو قال لجمال: يجب أن تخرج من الحلبة. جمال لم يعجبه كلامه، ثم حاول ضرب ريكو بالقدم، ما تسبب في العراك. بالأخير، إذا كان هناك من أثبت طوال مسيرته أنه لا يمكن إيقافه، فهو بلا شك جمال بن صديق.